احنا وصلنا على جونه على اكليم جونه. معنا رئيس الاكليم رانيا بنرحب فيها. زقفولها زقفه كبيره. في 4000 حدا عم يزقفني هلا. نحن بنعرف انه رانيا حدا بروفيشنال بالسواقه, بفوت يعني بيشترك براليات, بيعدلوا سيارات تشويط ما تشويط. فعزمناها لرانيا على الكارتينج بيت ستوب بالزوق. فخليكم معنا نشوف شو رح يصير. جايز رح خسرها بقوه. نتيجة واضحة, هو رح يربح لأنه أصلاً من الكونفورت زون تبعي. بس مش غلط, منجرب نعمل شيء. تذكروا هذا الاسم. مثل هيك تأخرتي. ايه انا شي بلبنان بسيوة ياخدة فات بسيوة على مين مكان. فانا لانه في حدا فات فيها انا بخصني تأخرت. عنجد حدا فات فيها؟ انا بخصني حدا فات فيها. اوكي رانيا, كيف هيك ما بعد الخبرة شو حسيتي؟ شو كيف كان؟ خبرة كتير حلوة عنجد هلو. وكتير فخورة بنفسي انه بالمحل تبع الكارتينج بسوق على رواق غير كل العالم. بس كمان احلى شيء انه ما في جوار على الطريق. في كتير جوار على الكواع. ايه على الكواع. بس انه هيدا كان شيء هو على الكواع لانه لازم تقص الكوع هيك يمكن. انا انا بيي معلمني انه ما قص الكوع قص, فكنت عم باخذ وقت فيه للكوع. فلو حضر الفيديو رح يكون فخور فيي. ميرسي عمو عبدو. اوكي اوكي رح اسالك سؤال يلي بنساله عاده لكل الرؤساء من بعد ما نخلص احنا وياه هون, هيك بيكونوا تخطخطوا مزبوط. اوكي السؤال هو من وحل تام طبعا. انت قطعتي بخبره بالاقليم وهلا كمان صرنا باخر الولايه, فالخبره هي كبيره. فالسؤال لك هو انه كيف, وين او كيف وليش واي متى عم تلمسي عجيب, ان كان من خلال الشغل بقلب الاقليم مع الفروع مع المبارك مع العمدات مع الرؤساء, وان كان انت شوي على صعيدك الشخصي كراني. فالاول لي. اوكي اول شيء صراحه كل شيء عملناه بهدول السنتين كان عن جد اعجوبه, لان كلنا بنعرف قد ايه هيك الوضع بالبلد وكل شيء عنا تحديات يعني نحن ممكن انه نكون عم نواجهها. صراحه انا بقول للاقليم انه انا كثير فخوره فيكم, انه بالرغم من كل شيء ضليتكم ملتزمين وعم تشتغلوا على حالكم وعم تركزوا معنا بكل النشاطات. وكمان فخوره باللجنه لانه بالرغم من كل شيء قدرنا انه نكون سوا عم نتخطى كل شيء ونعمل اكثر من اعاجيب. صراحه البروجي اللي اشتغلنا عليه تبع دمج الاشخاص اللي عندهم احتياجات خاصه كثير هيك عطى مفعول كثير ايجابي على الكل. قدرنا ندمج اشخاص بقلب فروعه وكثير تعاوننا مع مؤسسه انت اخي وكنا عم نعمل اشياء سوا. فحتى وصلنا باخر السنه مش من زمان عملنا مخيم وكان معنا تقريبا 400 شخص. فهذا كان تحدي كثير كبير بس كان عن جد شيء كثير حلو. فبتخيل انه الله بكل الاشياء اللي نحن عملناها كان عم بيفرجينا انه هو قادر يعمل بالاشياء كثير صغيره يمكن باقليم واحد اعجيب كثير كبيره. هلا على الصعيد الشخصي صراحه يلي بيشوفني انا كيف كنت من سنتين وبيشوفني هلا انا كيف صرت بيقول انا اعجوبه بحد ذاتها كيف تحولت وكيف نميت وكيف اشتغلت على حالي. فهيك بقدر المس انه الله عم يعمل من خلال اعجيب. كلمه لجوني, انا بحبكم كثير وكثير فخوره فيكم. ميرسي لانه كنتوا هيك انتوا وبهدول السنتين, وانا كثير بشوفكم اشخاص هيك رح تكونوا لامعين واعجب لبعدين بالمستقبل. ضلكم بهيدا الهمه ونحن على طول فخورين فيكم. في انا اقول شيء لجوني كمان. انا من جوني. جايز هون زعفه قويه قويه قويه.